وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير. كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفاة عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن. وعد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مضيفا أن باريس تفعل كل ما بوسعها لدعم كييف. في السياق قال المستشار الألماني أولوف تشولز إن بلاده ستدعم أوكرانيا بعتاد من دبابات ومدفعية ومضادات للطائرات طالما كان ذلك ضروريا. بالتزامن أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في المستقبل القريب. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن كييف تمضي قدما في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم صعوبة القتال. وأشار زيلنسكي إلى إعلان قوات بلاده مؤخرا عن استعادة 7 قرى من القوات الروسية. نفذت القوات البحرية اليابانية والأمريكية والفرنسية مناورات مشتركة في منطقة أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات أمريكية وقاذفة B-52. وشملت المناورات التصدي للسفن الحربية والغواصات ومراقبة الأجواء حسب ما أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية. يشهد السودان هدوءا نسبيا في جبهة القتال بين قوات الجيش والدعم السريع، يرافقه تحليق متواصل للطائرات المسيرة في سماء الخرطوم ومدينة أم درمان، وذلك بعد مرور 60 يوما على الحرب. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها سيستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني بوجود وقف لإطلاق النار أو عدمه.